الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين وديما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أزهر العلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عنكم وعنا بكم. أما بعد، فيقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الثانية، بقي للصحيح شروط مختلف فيها. اسمحوا لي إن احنا من أول شروط مختلف فيها دي محتاجين إن احنا نلم بهذه الشروط، خصوصا عندما نجد حديث إن عالم من العلماء اللي هم ما بيذكروش مذاهبهم مقترنة بالحكم يرد عنهم الأحكام، زي الشيخ ابن عبد البر في كتبه، هو قال مرة أنه الحديث ده صحيح وإن لم يكن له سند، وإنه يجوز تصحيح الحديث بأشياء لا ترجع إلى صنعة الحديث. فما يقولش بقى ابن عبد البر كل ما يصحح حديث القاعدة اللي هي انطلق منها. فأنت لما تجد أنه هو صححه أو حسنه تيجي تقيسه باللي احنا درسناه مع بعض او اللي انت تقرأه في كتب المصطلح، فتجد ان هو مش منطبق. فالتعقب اللي هو بيحصل من اتفضل يا دكتور اسامه، اتفضل. لا لازم تقعد، هذا حقك يا مولانا. معلش بقى زي بعضه هو، لان ده دماغه يابسه وهو كده، لكن انت يا مولانا يابس دماغي. لا معلش، لا انت صعيدي طبيعي، لكن معلش اتفضل. الله يكرمك. فاللي احنا نريد ان ننتبه اليه، احنا مشكلتنا كمتاخرين ما نجد من احكام على الاحاديث، والأحكام اللي موجودة، وأرجو تنتبهوا يعني لهذه النقطة، سواء كانت من المتقدمين أو المتأخرين. المتأخرين أكثر أحكامهم أكثر المنقولة إلينا، لكنها تنقسم بصفة عامة للي هو يعني يكون متمرس إلى قسمين كبيرين. قسم عندما يصدر العالم حكم يعلله، يقول حسن لكذا كذا، أو يقول صحيح لكذا كذا، أو يقول ضعيف لكذا كذا، ودي كمية قليلة ليست كثيرة لكنها موجودة. وقسم آخر لا يذكر سبب الحكم. لو أنت بتقرأ مثلا، تجيب موسوعة الحافظ ابن حجر دي اللي هي الأربع مجلدات اللي جمعت أحكامه على الأحاديث، تجد أن المعلل فيها يعني المبين فيه سبب الحكم قليل، وغير المبين هو الكثير. اللي ليس فيه بيان هذا هو الذي تجد فيه مخالفة حتى لما قرره العالم نفسه. اللي معلل في ما صادفني وهو ليس قليلا تجده متسق مع القواعد.
ولذلك الكثير من البحوث اللي بتصدر من في عالم بين نظريته في التقعيد وبين أحكامه التطبيقية بتوقع الباحث أو اللي هو دخل في الموضوع ده في خطأ هو لا يقصده. هو ماذا؟ إنه هو بياخد أحكام العالم ده غير المعللة ويحاكمها إلى القواعد، ويعتبر إن الأحكام دي غير المعللة هي التي تفسر بها القواعد وليس العكس. فيقول لك والله أنا بحثت فلقيت إني مقبول في التقريب تساوي حسن لذاته، وأن من يقول خلاف ذلك فهو مخطئ. يعني مش يكتفي بأنه هو لقي حاجة أصلا خطأ واستنتجها خطأ، لا، يقول لك اللي ما يقولش كده يبقى مخطئ. طب ليه يا حكيم الزمان؟ يقول لك والله فلان الفلاني الحافظ ابن حجر قال عليه في التقريب مقبول، وأنا وجدت في التلخيص الحبير بيقول إسناده حسن، فيبقى مقبول في التقريب هي من مرتبة الحسن. وإن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه لما عمل التقعيد ناقض نفسه. طب أنت الأول اعمل حاجة أو قاعدة تبقى مسلمة ليك عشان خاطر تنقلها من ابن حجر إلى أحمد شاكر إلى أي أحد تاني. يقول لك لا، وتبص تلاقي واحد تاني كده يقول أنا عندي كتاب يمثل نظرة جديدة في الحكم على الأحاديث. جات لها منين الجدة دي؟ ما يقول نظرة مختلة. يقول لك لا. ليه؟ لأن ما فيش حد دخل هذا الميدان يعني بإيه؟ باستيعاب. فمشيت على كده هتطلع أحكام كتيرة جدا للحافظ ابن حجر مش ماشي على القواعد نهائي. أقرب شيء إن شريك النخعي في التقريب صدوق كثير الغلط، والعبارة دي تقتضي تضعيفه. إذا قريت الفتح يجيب هو أحاديث رواها أحمد من طريق شريك ويقول إسناده صحيح. فهل نفضل نطبق لحد ما نخلي ان تصحيح الحديث ده هو اللي في الفتح يبقى صدوق كثير الغلط يساوي صحيح عند ابن حجر؟ فلذلك المفروض ان الاحكام المنقولة او اللي احنا بنطلع عليها الوحيدة اللي انت تعض عليها بنواجذك التي فيها تعليل. دي في لحد الآن وإحنا قاعدين هو مع بعض ما شفتش أنا أن في تعليل حكم معلل مخالف للقواعد. فعايزين نخرج من موضوع الصحيح ده يعني نقطة، بس لما نخلص الشروط المختلف فيها بحيث ان انت ما تقرأه من احكام لا تبنيه على ما درست فقط، خاصة اذا كان العالم اللي حكم ما قالكش انا صححت لكذا او انا ضعفت لكذا او انا حسنت لكذا. فالشروط المختلف فيها دي ممكن علماء كما نقلت عنهم انهم يطبقونها لكن لا يقولون عند الحكم انه تطبيقا للحكم الفلاني المختلف الشرط المختلف فيه ده. فلذلك يجب ان ينتبه لنقطة الشروط المختلف فيها دي، وايضا ينتبه الى نقطة ان مدام احنا بنعرف انواع الحديث بناء على طريق واحد
ثقة عن ثقة عن ثقة مع انتفاء الشذوذ والعلة، أو ثقة عن أي واحد في السند صدوق مع انتفاء الشذوذ والعلة أو غير ذلك، إنه الحكم بالشذوذ أو النكارة لمجرد التفرد يجب أن ينتبه إليه، وإن أكثر ما يؤثر التفرد المصحوب بالمخالفة. أما التفرد الذي لا نجد مخالفة واضحة فيه لا ينبغي أن إحنا نقول لا، أين ذهب هذا عن أصحاب شعبة؟ إحنا ما إحنا متفقين من الأول أن أصلا الأحكام بتبنى على الفرد، فهل كون واحد من الثقات ينفرد بعيدا عن أصحاب شعبة نعتبره مخالف؟ لا ينبغي أن كل تفرد بدون ما نجد له مخالفة نحكم فيه القاعدة، لأن إحنا أصلا دلوقتي الآن في الصحيح بنقرر أن الصحة مرتبطة بثقة عن ثقة عن ثقة، ولا يبقاش فيه مخالفة. لما نيجي إحنا كباحثين نحكم في المخالفة سواعي بنوسع البركة الكتير، ولذلك نجد ألفاظ كثيرة في الصحيحين لو طبقنا عليها الحكاية دي مضطرين نحكم عليها بالشذوذ أو النكار. وعندني كتب لمعاصرين عاملين فيها كده. لماذا؟ يقول لأن ده كل أصحاب شعبة ما جابوش وهو جابه. طب يا عمي ما هو اللي جابه هو ده ما فيش بينه مخالفة بين اللي جابوه أصحاب شعبة. والمزي يقول ليس من شرط الثقة أن يتابع، كلام منطوق موجود، إن ما دام قلنا ثقة لازم نديله التصحيح من غير ما نطلب له متابع. يقول لك لا، ده ما دام ذهب عن كل أصحاب شعبة يبقى ده فيه نكار. طب ما هو إمامه من أئمة الحديث زي البخاري صححه. يقول لك لا، ده دي الألفاظ التي موجودة أو فيها نكارة وهي في الصحيحين، وتبص تلاقينا تاني يوم ندافع عن الصحيحين. طب كيف يلتقيان؟ واحد يطلع نكارة ألفاظ من الصحيحين وواحد يدافع عن الصحيحين، طب كيف يلتقيان؟ فنرجو، هو ده اللي انا برجوه منكم، احنا بنقرا التدريب صحيح كقرايه، لكن يجب ان يكون للقراءه دي تاثير، انه ما دام درجات الاحاديث بتبنى على اسناد واحد يجب ان ما نجيش على الواحد ده عندما يتفرد ونعتبره منكر على طول الخط لمجرد ان الذين شاركوا في رواية احاديث الشخص ده ما ذكروش هذه اللفظة. فبكده اعتقد اني نقترب. ايضا ملاحظات الشروط المختلف فيها دي، لان الشروط المختلف فيها دي طبقها كثير من العلماء ولم يبينوا انهم صححوا لاجلها. فمفروض انت لما تلاقي تصحيح زي ده وانت يعني عايز الحديث، هو بيحصل كده لو واحد بيشتغل مثلا بدرس احاديث احكام، ولا واحد بيقعد في درس فقه ولا كده، بيحتاج مثل هذه الاشياء. فطالما انه بهذه الكيفية هتجد نفسك انك انت فيه تصحيح للحكم. احنا معانا حديث بندرس دلوقتي العلل، وقلنا الحديث معلول وكلهم قالوا معلول، وبعدين الامام الترمذي بعد ما قال الحديث قال والامام احمد ممن قال بالحكم الفلاني اعتمادا على حديث كذا كذا اللي هو اعله قبل كده. يبقى الحكم ايه؟ ان الامام احمد بيرى ان السند ده مش منقطع، ان ابو سلمة عن 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 عائشة ما هوش منقطع في هذا الحديث. فلذلك
لما يحصل كده وتحتاج الأحكام دي انسبها لأصحابها. صححه ابن عبد البر، صححه ابن ناصر الدين، صح اللي انت لقيته انه هو صحح الحديث انسبه اليه كدرجه اولى. وبعدين لما تبحث انت وتسال عن الحديث بخصوصه يبقى لك موقف تاني. لكن تروح انت بادم الاول بالتضعيف يبقى انت اديت للقارئ نص القضيه بناء على الشروط اللي هي مختلف فيها دي. في تصحيحات كثيرة موجودة في كتب العلم وخاصة كتب الفقه اللي احنا اصلا بندرس فيها الاحكام. النووي مثلا في واحد جمع احكامه، واما تقراها مجتمعة تجد ان نفي واثبات. ازاي وهو ده النووي هو ده النووي؟ فيبقى اذن الاحكام دي ينبغي الا نتسرع في يعني رفضها او ايضا نتسرع في تبنيها. اقل شيء واخف كلفة انك تنسب الحكم الى من وجدته منسوبا اليه. تفضل منى. بقي للصحيح شروط مختلف فيها. قال رحمه الله تعالى: بقي للصحيح شروط مختلف فيها. عفوا انت ما تقرب الكرسي يا مولانا، اوعى تخلينا ننسى في الاخر اخد منك البطاطس اللي احنا متفقين عليها. اهم شيء الصوره. حاضر سيدي. الله يكرمك. اسف على التاخير. لا الله يهمك. الله يكرمك. قال: بقي للصحيح شروط مختلف فيها، منها ما ذكره الحاكم من علوم الحديث. في علوم، خليها في بقى، خليها في النسخ الكثيرة في علوم الحديث. لكن اللي بحثوا في العلوم دوات العلوم الحديث دي حقق التحقيق جيد لواحد اسمه حمد السلوم من طلاب السلوم. أحمد فارس. أحمد السلوم، وهو كانت متحققة قبل كده. النص ده مش فيها، وده اللي يخليك ان احنا الكتب اللي بتتقال عن تحقيق النصوص هي بتقال على اساس تدخلك مرتبة فقط، لان كثير من الحالات بتجد نصوص منسوبة وتبحث في النسخ او الطبعات اللي وصلت اليك ما تلاقيش النصوص دي. فالنص ده هو بالحواسب طبعا، والكتاب اتقرا كذا مره ما تلاقيناش النص ده فيه. يبقى امال جه منين؟ من ان النسخه اللي كانت بين يدي، لانه الحافظ ابن حجر اللي نسب الكلام ده ليه كان فيها هذا النص. وأن لو معنا 20 نسخة دلوقتي من معرفة علوم الحديث بقي علينا مزيد من النسخ حتى نستطيع أن نجمع نص الكتاب الذي تفرق في أيدي الناس. تفضل مولانا. منها ما ذكره الحاكم في علوم الحديث أن يكون راويه مشهورا بالطلب، وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة، بل قدر زائد على ذلك. طبعا هما عشان خاطر قدر وكده بيعرفوا ازاي اللي زائد عن حد الجهالة. احنا دارسين مع بعض كلنا انه لو واحد بس روى عن الشخص ولا كانش من كبار كده بنعتبره مجهول عين، واذا روى عنه 2 بنعتبر انه هو جهالة عينه زالت، وأنه بقيت جهالة إيه؟ بجهالة حاله. الشهرة اللي هو بيطلبها هنا إحنا نبتدي فيها من أول 3 رواه. أول حد الشهرة 3 عشان تقدر تعرف إن ده دخل في حد الشهرة أو لا. يعني كحد أدنى أن يكون الرواه عنه 3. وهناك رأي أو مذهب مطبق
بيعتبر ان لو روى عن الشخص جماعة ولم يجره يحسن حديثه. ومن الناس اللي طبقت القاعدة دي الحافظ العراقي في كتابه قرة العين في المسرة بوفاء الدين، وعلل الحكم بالحسن بهذه القاعدة. هو ده اللي خلانا نقول انه طبق القاعدة دي في المكان ده، قال هذا إسناد حسن لأن فلان الفلاني روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات ولم يذكر فيه شيئا غير ذلك. وفيه ناس غيره طبقت القاعدة دي. فحد الشهرة أن يزيد الرواة عن الشخص على 2-3 فما فوق، فهو اللي يقصده. احنا أصلا ما نقدرش نعرف الشهرة إلا بكده لأننا لم ندرك الرواة، إنما نعرف أنه اشتهر إذا فتحنا كتب التراجم ولقينا الرجل ده روى عنه فوق 3، نقدر نقول أنه هو بدأ يدخل في نطاق الشهر. فهو يقصد بكده، لأن أنت طبعا ما يجتمعش عليك 3 طلاب أو 3 تلاميذ، خاصة زمان لما كان الطلبة العلم أقل من الآن كثير، إلا دليل على الاشتهار. فحد الشهرة 3 فما فوق، أدي اللي هو يقصد أنه قصد الحاكم الشهرة الزايدة على كده. فالشهرة اللي زايدة عن كده اللي هي تبدأ من 3. تفضل يا مولانا. قال عبد الله بن عون: لا يؤخذ العلم إلا على من شهد له بالطلب. هي النسخ عن، لكن على تنفع برضو، على مش خطأ. وعن مالك نحوه. أيوة، الإمام مالك نحوه دي موجودة في جامع بيان العلم وفضله وفي غيره. وفي مقدمة مسلم عن أبي الزناد: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله. دي على أساس قال إن الحديث يحتاج إلى عدالة في الدين وإلى ضبط، فلو وجدت عدالة الدين وحدها لا نستطيع قبول الرواية لمجرد هذه العدالة، لأننا بحاجة في الرواية إلى الضبط. وهذا هو اللي خلانا نفاصل في حكاية العدل، هل اللي يوصف بالعدل يدخل فيه الضبط واللي ما يدخلش. النص ده دليل على أن من يقول إن عدلوه حتى تغني عن اشتراط الضبط ليست مطابقة للمنقول عنهم في التفريق بين العدالة وبين الضبط. يعني لما بيجي في التعريف زي ما فات وقال إذا قال في العلماء عدلوه، فلازم يبقى من لازم انه يخش في العدالة الضبط. هنا النص ده باعتبار احنا بنجيب اصطلاحاتنا من الأئمة أهل الاصطلاح المتقدمين خصوصا. الأصل أن العدالة في الدين شيء وضبط معها شيء، وليس في هذا تقليل من شأن العدل، لا، لكنه مهمة تحتاج منه إلى صفة زائدة. إذا لم توجد فنحن نعفيه من هذه المسؤولية ونبقي له صلاحه وتقواه مقدر ومعتبر بينه وبين ربه. تفضل يا شيخ. قال شيخ الإسلام: والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك. اعتبار ذلك دي مشكلة شوية، أنا كنت فاهمها الأول على أنها ترجع إلى أنه العدالة يشملها الضبط، لكني لما أرينا للحافظ كتير في شرحه خصوصا في كتاب العلم لقينا لا، إن اعتبار ذلك يعني اعتبار الضبط مع العدالة، فذلك دي يعني أقرب ما تنصرف إليه هو هذا. وأن هذا استنتاج من الحافظ. الخشوع ماشي،
والرؤى ماشية، بس حد يشوف لنا رؤية صالحة. اللي غالب النوم ما فيش بأس، لكن لابد أن يرى لنا رؤية صالحة. تفضل يا مولانا. لا، هي ذلك إلى العدالة والضبط، لأن آخر كلمة يقال ليس من أهله، والضمير يعود لأقرب أو العائد أقرب مذكور. أنا هذا اللي فهمت أنه أقرب لصنيع الحافظ ابن حجر في كلامه على أحاديث البخاري، خاصة في الهدي يعني. تفضل مولانا. إلا إذا كثرت مخارج الحديث فيستغنياني. شفت بقى إزاي؟ إلا إذا كثرت مخارج الحديث، هي لأنه لو كان مقصود الشهرة ما كانش يقول إلا إذا كثرت، يعني إذا وجد ما يدل. وخلي بالكم يا أخوان إن حكاية الكثرة هي التي جعلتنا نصل إلى حد الشهرة الزائدة عن رفع الجهالة، وإلا الجهالة تزول بالتعدد وليس بالكثرة. وهناك فرق بين التعدد وبين الكثرة، فالتعدد اثنين، الكثرة أن تزيد عن الاثنين ولو بواحد. إلا إذا كثرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك. أيوة. كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. رجعنا برضو لحكاية كثرة الطرق، احنا بنستغنى عن الضبط التام كما في الحسن لغيره والصحيح لغيره بتعدد الطرق لا بكثرتها. فلذلك المكتوب هنا وبيكتبه الحافظ ابن حجر في عدة أماكن، ويرجع لما يجي عند تحرير مسألة انجبار الضعيف بمتابع هو والحافظ العراقي شيخه وكذا، يقول لك يكفي واحد، يكفي شخص واحد يكبر. طب ما هو لما واحد يكبر واحد ده يبقى تعدد، ما يبقاش كثرة. فلما تجد الكثرة هنا ما ترتبكش مثلا، أو أنك أنت تعتبر أنه لا يفرق بين الكثرة والتعدد، لا، هو يفرق بين الكثرة والتعدد في موضعها. فالتعبير بالكثرة هنا ليس مطابقا لما في تحرير الحافظ ابن حجر فيما يرتقي به الضعيف إذا توبع، و كذلك في الحسن إذا توبع أو وجد له شاهد. فضل مولانا. قال شيخ الإسلام: ويمكن أن يقال اشتراط الضبط يغني عن ذلك. طبعا يمكن، والحافظ السخاوي من الناس اللي رصدوا ابن حجر في الموضع ده، وقال لا، إن لو قلنا كده أو إن كلام الحافظ شيخي يدل على أن له في المسألة رأيان. رأي إن العدالة التامة يمكن أن يدخل فيها اعتبار الضبط، ورأي يقول لا، العدالة لوحدها والضبط لوحدها، وإن المتسق مع القواعد هو الأخير. ولذلك اللي بيقرأ كتب المصطلح متوالية يلاقي إن فتح المغيث متعالج النقطة دي، يقول وكأن له في المسألة قولان. لكن الأتبع للقواعد هو الثاني وليس الأول. تفضل يا مولانا. إذ المقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى. إحنا ما نقدرش نعمل لها قاعدة أكثر من كده، إنها لو تزيد عن تبدأ من ثلاثة ندخلها في حيز الشهرة. أما نقول لا والله أنت ما كانش ينتخبوك 30,000 تبقى ما أنتش مشهور، صعب دي. فقواعدهم هي التي تحكم. تفضل يا مولانا. وأيضا هي اللي ممكن تطبيقها، لأن اللي بيقرأ منكم كتب التراجم، الحافظ ابن حجر مثلا في تعجيل المنفعة اللي هو تكلم فيه عن رجال أصحاب المسانيد
الرواه اللي هم أخرج لهم الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك في الموطأ والإمام الشافعي، سواء يدور لهم ما يلاقيش إلا راوي واحد، فطبعا عايز يرفع عنهم الجهالة فيدور بقى على كده ويقول لك ما دام لقينا واحد أو لقينا اتنين أو لقينا دول تلاتة لا يقال عنه مجهول، فيبقى رفع الجهالة باتنين حد أدنى. يقول فبناء على أن الإمام أحمد روى عن الراجل ده ومن طريق شيخ غير اللي ذكرته كتب التراجم، يبقى كده زالت عنه الجهالة اللي بينسبها إليه الحسيني، لأنه أصبح الآن لقينا له اتنين. وكل الشيوخ والتلاميذ يا إخوان معروف أنهم بيؤخذوا من الأسانيد، أن إحنا لم نرى هؤلاء الرواة، فهو يجيب الحافظ الموضع الإمام أحمد روى ويقول فعل هذا فلان، هذا قد روى عنه اثنان، وما دام اثنان يقول خلاص كده زالت عنه جهالة الايه العين لأنه روى عنه اثنان. فالمواضع دي اللي في تعجيل المنفعة كمرجع أو لما أخذ تمسكه أمامك عشان ما تقولش والله الشيخ بيسرح بينا، لا، انت امسك تعجيل المنفعة وشوف طريقة الحافظ في معالجة الجهالة، هتجد انه هو يعالجها بوجود راويين وانه ايضا بمن هو اكثر. وفي العادة ما بيتحش له الاكثر في حالات كتيرة، انما اللي هو بيبقى كتير في ايده انه يجيب اتنين، واحد ذكر في كتب التراجم وواحد هو الايه في الاسانيد. تفضل يا مولانا. ومنها ما ذكره السمعاني في القواطع ان الصحيح لا يعرف بروايه الثقات فقط، وانما يعرف بالفهم والمعرفه وكثره السماع والمذاكره. طبعا دوت لما تكون انت فاهم او منتبه، يعني ما انتش خاشع الان، تلاحظ انه كلام السمعاني الاخير ده ما يعتبرش شرط جديد. السمعاني له كتاب اسمه قواطع الأدلة، كتاب مطبوع وهو من احسن كتب الاصول الحقيقة، وفي تقعيدات انا ما شفتهاش عند غيره، زي حكاية انه قبل سنة 200 ما كانش فيه تقسيم الاحاديث الى ظني وغير ظني مثلا يعني. فهو الرجل عالم يعني في هذا، بيقول انه من الشروط يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة، كل ده يدخل تحت حكاية البحث عن انتفاء الشذوذ والعلة التي تذكر للحديث بعد ان نجد رجاله موجود لهم تراجع. فكأنه ده مش شرط الحقيقة جديد، يعني لو شلنا الفهم والمعرفة ده وحطينا معرفة انتفاء الشذوذ والعلة هيطلعوا متقاربين. طب هو يبقى الزيادة جت منين؟ قال جت من الصياغة فقط، ان الصياغة اللي هي موجودة، لما انت تكون عايز تقرب الأقوال لبعضها، خاصة انه هو رجل بيكتب في أصول الفقه، وأصول الفقه هي المأخذ يا أخوان كتبهم من مبحث العدالة ومبحث تحديد أحوال الرواة، ولما تقرأ في كتب المصطلح ما تكملش معاك، لأن المبحث أصلا منطلق فقهي من باب الشهادات وتجريح الشاهد وتعديله وتجريح القاضي وتعديله وكذا. فالكتابة اللي هناك تكمل اللي هنا، لأن كل اللي نقله حسب قرايتي يعني وهي متواضعة، أن كتب المصطلح نقلت كتير، وهي هي اللي خلاها تجيب السمعاني هنا وهتجيب المعتزلة وهتجيب فلان، لأنهم راحوا الكتب الأصول ونقلوا منها، لكن ما نقلوش كل شيء، وسواء بيفوتهم حاجات نفس الكتب دي ما بتحلهاش. ولذلك لو أنت أردت أنك تتقن البابين دول
ارجع فيهم لكتب الأصول ولا تقراش كتاب واحد، لا اقرأ ما أمكنك يعني، لأن مثلا الزركشي كاتب في المبحث ده أكتر من 100 صفحة ومستوعب فيها أكتر من اللي هنا، من هناك تاخد قوة أكتر من اللي هنا. فضل قال شيخ الإسلام هذا يؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلولا. شوف أنا والله ما كنت شفت على أساس صدقوني ما كنت شفت الأخيرة دي، إنه هو يؤخذ من كذا إن هو لا يعتبر شرط زائد يعني. لأن الاطلاع على ذلك إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمذاكرة وغيرهما. فكأنه ده ما بلاش نحسبه بقى شرط، ولكن هو تأكيد لاشتراط أننا لا نحكم على الحديث بمجرد أحوال الرواة خاصة في الكتب المختصرة، لأن هذا يحجب عنا الجرح المقيد، ويحجب عنا مناكير الشخص الثقة، ويحجب عنا سماع المنقطع، ويحجب عنا أشياء كثيرة يمكن أن تؤثر في الحديث الذي أنت تحكمه. لو ترجع حضرتك لجامع الترمذي تجده يذكر حديثا ويقول إن هو حسن صحيح، ثم إذا رجعت لنفس الحديث في مسند أبي يعلى الموصلي تلاقيه روى من نفس الطريق ثم زاد زيادة، إنه هو الحديث من طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة. ففي مسند أبو يعلى زيادة إن قال شعبة قلت لأبي إسحاق هل سمعت هذا الحديث من أبي بردة؟ قال لا. فأصبح كلام شعبة ده مؤثر على حكم الترمذي. تقول الله أمال إزاي الترمذي بيقول حسن صحيح؟ يقول لك لا، ما هو الترمذي أو كل اللي حسنوا أو صححوا يشتغلوا على نوعين وانت حصرهم في نوع واحد، لأن التعريف اللي هنا نوع واحد أو ثقة عن ثقة، فانت تقول لا، يقول لك إنما صححه الترمذي لطرق أخرى. وفعلا تبحث تلاقي إن المتن ده له طرق أخرى هي التي جعلت تقول لك بس الترمذي ما قالش، هو كان عبارتهم كده واللي كانوا بيحضروا عليهم كانوا فاهمين كده. كنا احنا دلوقتي عايزين سيارة وحتة عالية نركب من عليها، ده موضوع تاني، لكن كان هو سعد بيكتب كده يجد ان مفهوم عنه ويقول عرضت كتابي هذا على اهل الحجاز واهل خراسان واهل الشام وكذا فرضوا به ووافقوني عليه. يجي دلوقتي يعرضوا على حضرات جنابات عظماتكم دلوقتي 100 واحد يجيب له يعني ايه كذا. فهم كانوا الناس بيكتبوا على مستواهم، لا ينبهون على أشياء معروفة لدى من يحضر عنده. فضل سيدي. قال ومنها أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى. طبعا دي حكاية دي ضرورة دي، يعني دي ما هي الشرط تقريبا خاص، لأنه إذا كان إذا روى باللفظ خلاص ما نقولوش حاجة، قول اللي سمعته ولا نسألك عن أي معنى، لكن تبتدي تغير اللفظ الذي سمعته وتعطينا لفظ آخر وحتى لا تنبهنا على أن ده بمعنى أو بنحو ما سمعت، ده صعب، ولا أظن ده شرط يبقى جزئي، لا ده هو شرط أساسي. واللي يرجع منكم للكتاب الخطيب يجد إنه هو في الرواية بالمعنى كلهم تقريبا متفقين إن ما دام خرجت عن اللفظ الذي تلقيته لا بد أن يكون لديك خبرة بمعاني الألفاظ حتى لا تحول المتن
إلى خلاف ما هو منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل مولانا. وهو شرط لا بد منه لكنه داخل في الضبط. داخل في الضبط، لأنه هو مدمره بالمعنى حتى يقوله كده، حافظا لحديثه ملما بمعنى إذا روى بالمعنى. تفضل مولانا. كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته. أيوة. ومنها أن أبا حنيفة اشترط فقه الراوي. برضو حكاية فقه الراوي دي طويلة، ناس ينقشوا فيه ويحملوا الكلام على أنه بيشترط أن يكون فقيها مجتهدا. الأحناف لما تيجي تقرأ لهم كالإمام العيني مثلا في الشرح أو في كتبهم زي مسلم السبوت ولا الكتب دي، يقولوا لك لا، مش حكاية أنه هو فقيه مجتهد. احنا لما تبحث في تحقيق الأقوال تجد ان شرطنا يرجع الى حكاية فهم الراوي لمعنى الحديث اذا روى بالمعنى. احنا ما ابتعدناش كتير. انت لما تيجي تقول ده هم بيشترطوا ان يكون فقيه مجتهد والفقهاء المجتهدين قليل فهيسدوا باب الرواية، لا، هم ما سدوش باب الرواية، ده هم عندهم حتى احاديث ممكن احنا وانتو نجد فيها ناس متكلم فيه. فحكاية فقه الراوي دي عند الأحناف إذا رجعنا لكتب أصول الحنفية نجد إنها ليست على هذا النطق الظاهر الموجود، وإنما في حالات كثيرة بترجع إلى فهم الراوي لمعنى ما روى، بحيث لا يقلب يعني المعنى إلى عكسه أو إلى غيره. تفضل. قال شيخ الإسلام: والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى. شوف، خلي بالك، عند يعني قال إن إحنا صحيح، بس تيجي قرينة ساعة ما يشترط الفقه عند الاتنين دول ما يبقاش اشتراط الفقه فقه الراوي كأصل، لا، إن في قرينة تدخلت يمكن أن تؤثر في الرواية، اشترطنا هذا الشرط لنضمن أن هذه القرينة غير مؤثرة. والشيء يا أخوان الذي يوجد لقرينة لا يعد شرطا عاما، وإنما هو مرتبط بوجود القرينة. فلو شئنا أن نعرض هذه الكلمة نقول والله إن اشتراط فقه إذا خولف أو إذا روى ما يخالف مثلا الأوثق منه أو كده، فتقول المسألة إلى مسألة الشذوذ والنكارة اللي احنا معاشر المحدثين متفقين إنها يجب أن تنتفي من حد الصحيح. فكأن الحافظ ابن حجر هنا يعني تعاطف أو يعني كشف وجهة نظر الأحناف بما لا يجعل قولهم مستبعدا أو معترضا عليه أو كده. قال هم عملوا كده لقرائن، زي ما قالوا المستور يقبل، جينا نقول لهم يا جماعة المستور يقبل، قال لا، احنا بنقول المستور في القرون الثلاثة. طب جبتوا منين؟ قال من جبنا ان الرسول عدل الثلاثة، فيبقى اللي في الثلاثة دول هو مستور بالنسبة ان ما لقيناش حد قال عليه بخصوص ان ده كده، لكن الرسول قال خير القرون قرن ثم الذين قالونه، فهو مستور شخص يعني تحديدا لكنه داخل في التعديل العام، فتقول القضية انه هو موش مستور. ولذلك الذهبي لما يجي في اخر الديوان يقول المجهولين من التابعين، فهؤلاء في جملة احوالهم يشملهم اسم الصدق كلهم. فهل الذهبي كان حنفي؟ لا، ولكنه نظر الى حديث التعديل العام. طبعا بقى نخش، الدكتور اسامه هو عاجبه حكايه اصول الفقه دي وموضب فيها تمام، انه بقى العام يشمل الافراد ولا ما يشملش الافراد، ودخوله وصدوره على كل فرد من افراد العام، موضوع ما يخلصش يعني على الترابيزه دي.
لكنه يصلح أن يكون مستندا من حيث الجملة. تفضل مولانا. قال: ومنها اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه، ولم يكتفي بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي. أيوة طبعا. وقيل إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط الصحيح بل للأصحية. طبعا لما نقول بل للأصحية خلاص ما يبقاش اختلاف، يعني ما يبقاش اختلفنا احنا اصلا لما بنحدد هنا بنحدد تعريف الصحيح. اما الاصح قضيه تانيه بقى، يعني حاجه سوبر، فلذلك تبقى فوق الحد الادنى. وعاده احنا لما نعرف نعرف الحد الادنى. تفضل يا شيخ. قال: ومنها أن بعضه مشترط العدد في الرواية كالشهادة. هيجيب هو هينقل عن الناس هنا بعد شوية اشتراط العدد ده، وهو طبعا لما قال كالشهادة خلاص بيّن وجهة نظرهم إن هم يقولوا طالما أنتوا بتقيسوا الرواية على الشهادة فالشهادة تشترط العدد. واحد تاني يكون قاري برضو أصول فقه ولا فقيه يقول لا، أن مش الشهادة دايما بتشترط العدد، في حالات بنقبل فيها شهادة حتى المرأة الواحدة. فيطلع الموضوع أنه هو محل أخذ ورد، وأنه ليس خلاف بين خطأ وصواب. فضل مولانا. قال: العراقي حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخر المعتزلة. الحقيقة شروط الأئمة للحازم ده أنا أنصح قراءته، اللي عنده وقت يقراه، بس يقراه مش بالشبر، لا تقراه بالكلمة، لأنه هو متكلم على حكاية تفرد الثقة ده، وأن إحنا مدام بنينا التعاريف على الفرد ما ينبغيش إن إحنا نجعل الأصل عدم قبول الراوي المتفرد. يعني أي الكلام وجايب أشخاص روى عنهم البخاري وروى عنهم مسلم وما لهمش إلا راوي واحد، وإن نوزع في بعضهم، لكنه يريد أن يؤكد أنه حتى لو ما لقيناش إلا واحد، ما دام أنه البخاري ومسلم أدخلاه في الصحيح، إذن مسألة الثقة اشتراط تعدده حتى تخبر روايته خلاف الأصل. يعني له كلام الحقيقة فيه جيد، يعني لو روجع هيدي نوع ما، خاصة أنه هو جايب تطبيقات يقول لك اهو مسلم روى عن فلان فلان فلان، البخاري روى عن فلان 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 فلان، ودول كلهم حصل فيهم حكاية التفرد دي. فضل مولانا. شروط الأئمة للحازمي هو مطبوع الكتاب من زمان، طبعه أظن الشيخ الكوسري رحمة الله عليه، وله على هذين الكتابين شروط الأئمة للمقدسي وشروط الأئمة للحازم له تعليقات جيدة أيضا يستفاد منها. صحيح هو ما بيحولهاش على كتب كما كان عرف العصر اللي هو فيه، كان كده أن يقول المعلومة ولا أقول لكش هي فيه. وكنا بعض مشايخنا احنا طبعا نعتبر مشايخ موضة، نعتبر حكاية 61 دي جداد، فنقول المشايخ طب احنا لما نقول كلامكم ده للناس نقول مين؟ يقول إذا قال بدران فقد قال بدران، كان الدكتور فتح الله بدران عليه رحمة الله، ويرى أنه هو مرجع ما تدورش. طبعا ما ينفعش كده دلوقتي، احنا بنجيب حتى بسند البخاري وبيطعنوا فيه، ما بالك بقى لو احنا فلذلك الشيخ الكوثري له تعليقات هو لا ينخعها من ذاكرته، لا هي تحس انه راجع فيها الكتب لكن ما يقولكش فين الكتب. تفضل يا مولانا. قال: وحكي ايضا عن بعض اصحاب الحديث. هذا اشتراط التعدد حكي عن بعض اصحاب الحديث، لكنه أيضا كما قلنا خلاف الراجح، ليس من شرط الثقة أن يتابع. اللي عنده منكم حاسب يدخل الكتاب تهذيب الكمال ويضغط الكلمة دي هيلاقيها طلعت على طول. فضل مولانا.
قال شيخ الإسلام: وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في علوم الحديث. ايوه طبعا حكاية علوم الحديث دي، عفوا يا شيخ، علوم الحديث دي وحكاية مستدرك الحاكم وحكاية البيهقي، حكاية تعدد الرواة دي موجودة في الكتب الثلاثة دول، لكن تغيرت الحاكم بالذات خلال المستدرك بعد ما قال حكاية ان شرط البخاري ده رواية انه يخرج عن اللي روى عنه اتنين، رجع غير خلال المستدرك. فاللي يقرأ كتاب المستدرك يجد ان الكلام اللي مذكور ده ومنسوب للحاكم ليس هو الذي استقر امره عليه. ودائما لما تحب تاخد كلام عالم تاخده من مجموع اقواله، ما تاخدوش من مطرح واحد لانه يطلع منقوص. تفضل يا سيدي. وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في علوم الحديث وفي المدخل. هو له مدخل اسمه مدخل الى الاكليل، وله مدخل الى معرفة الصحيح مطبوع الان، احنا كنا زمان ما نعرفش عنه حاجة، وله مدخل تاني مفقود كذلك. وكان في ايامه حكاية المداخل دي كتيرة. البيهقي برضو له مدخل الى السنن، وله مدخل الى دلائل النبوة، كانوا يسموا الحكاية دي مداخل زي مقدمة الامام مسلم، يحطوا فيها قواعد وكده. تفضل يا شيخ. وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم. هو واحد حاطط عندي حالة هنا قديمة هي، المدخل إلى الإكليل ده مطبوع، الإكليل ده كتاب في السيرة النبوية عمله الحاكم، الإكليل فقد والمدخل اللي وجد. ولما كنا زمان بنشوف الفهرس بتاع مكتبة الإسكوريال لقيت أنا فيها كتاب الإكليل للحاكم، فقلت بس خلاص احنا ايه كده مسكنا النجوم، فارسلت اليهم فارسلوا الي المخطوطه، فاذا هي معرفه علوم الحديث. ولذلك عمرك ما تعملش رساله وتقول من الكتابين من فهرس، لا، احنا عايشين واحد من اسبوع دلوقتي جايب كتب التخريج وجايب كتابين مش من كتب التخريج بناء على انه نقلهم من الفهارس من غير ما يشوف. فحاول انك انت تلطش من مكان يكون معتمد. ومن افرى الفرى ان يري المرء عينيه ما لم ترى، شوفوا بعدين اكتب. تفضل يا مولانا. وبذلك جزم ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وغيره. وأعجب من ذلك ما ذكره الميانجي في كتاب ما لا يسع المحدث جهله. كتاب ده مطبوع موجود وفيه الكلام ده. قالوا ايه كل الكلام ده؟ شرط الشيخين في صحيحيهما ألا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما. ايه ما صح عندهما؟ وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. انتهى. ده النص ده موجود، وطبعا انت يعني كل طلبة العلم يعرف ان ده مش مطابق، لكن النص ده مهم انه يعرفك تدرج العلوم، وان كان فيه ناس عقلاء جدا وليسوا ابدا قليل العقل ويقبلوا الكلام ده. ليه؟ لان ما كانوش يفتحوا الكتب ويشوفوا، انما يثق فيما يقول. وتلاقيها وهتيجي هنا في تعريف الحسن يقول لك والله ان الترمذي ده امام معتمد، وهو نسب الخطابي امام معتمد، فما دام نسب الكلام لاهل الحديث يبقى هو اخبر به. هو إمام معتمد كثير، لكن الناس ما ترحمناش، احنا لا نطعم في إمامة أحد. فما ذكر وهو كما ترون كلكم مش مطابق يدل على أنه كان فيه تسليم للمنقول دون مراجعة تطبيقية على ما أحيل عليه. فضل مولانا.
قال شيخ الإسلام: وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. فلو قال قائل: ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة، لما أبعد. طبعا ده بقى اللي هو ممارس، ابن حجر ممارس، فيقول لو انتوا تفتحوا الكتب هتجدوا ان الكلام ده. طب الناس اللي هي قبلت الكلام ده وتناقلت ايه، كانوا يعتبروا ان اي شيخ يقعد قعدتي الحلوة دي انه ده لا يعارض، وان قوله هو القول الفصل وكذا. فمشت المرحلة وأدن التاج موجودة. نعم. وقال ابن العربي في شرح الموطأ: كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال: وهو مذهب باطل، بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأخير دي طبعا هو البطلان، إذا ثبت هذا عن الشيخين، يعني هو نسب للشيخين ما لم يأتي عنهما، فلذلك الكلام اللي هو قاله الآخر دي رواية الواحد عن الواحد الصحيحة هو اللي احنا بنأكد عليه، وأن الخروج عن ذلك لابد فيه من قرائن. تفضلوا. وقال في شرح البخاري عند حديث الأعمال، طبعا هو شرح للبخاري، أنا لحد دلوقتي ما عرفش إنه حتى موجود له نسخ، لكن هو شرح الموطأ بشرحين، شرح القبس ده وده مختصر جدا، وشرح تاني اسمه المسالك، وده حقق أخيرا، حققه الدكتور محمد السليماني وأخته الدكتورة أيضا تقريبا عائشة، وهو اللي فيه التفاصيل دي. القبس ما فيش التفاصيل الكثيرة دي، لما المسالك الآن مطبوع 5 مجلدات، هو اللي فيه مثل هذه النقول للموطأ. وقال في شرح البخاري عند حديث الأعمال: انفرد به عمر. أيوة. وقد جاء من طريق أبي سعيد، رواه البزار بإسناد ضعيف. قال: وحديث عمر وإن كان طريقه واحدا، وإنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد، فهذا الحديث ليس من ذلك الفن، لأن عمر قاله على المنبر بمحضر الأعيان من الصحابة، فصار كالمجمع عليه، فكأن عمر ذكرهم لا أخبرهم. طبعا ده تعليل أو كده لحصول الرواية، وطبعا حصول الرواية على إن البخاري ومسلم فعلا شرطهم هذا، أما وإن الشرط من أصله مش مسلم، فالجواب نفسه اللي هو حاول يعتذر يعني به واضح منه حكاية التكلف. وإذا قبل في حديث كهذا هناك أحاديث أخرى ليست هذه فقط، فلذلك يعني الجواب اللي انقدح في ذهنه في ذلك الوقت. تفضل يا مولانا. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم. طبعا حكاية الأئمة معروفة، هي ما تشملناش خالص، يعني احنا اللي قاعدين دلوقتي ما تشملناش الحكاية دي، وهو ده السبب بتاع زحمة الإمامة، فلذلك هو الرجل ماشي صح، لأنه مش هيطلع واحد إمام ويصحح حديث مش مستوفي الشروط. وقال نحوه ابن فورك، وزاد بأن مثل ذلك بحديث في الرقة ربع العشر، وفي 200 درهم 5 دراهم. طبعا ده قال ابن فورك في مشكل الحديث، شرح مشكلة. وقال أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك على موطأ مالك: قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله. طبعا اللي يقرأ سنن البيهقي يلاقي البيهقي أحيانا يقوي الحديث الضعيف بآية، طبعا ده صنيع أهل الفقه، احنا لا كما أنهم لا ينازعون
أو الشأن أن لا ينازعون مصطلحاتنا، إحنا أيضا لا ننازعهم مصطلحاتهم، لأنهم أصلا يحرصوا أو يبحثوا عما يمكن أن يجعل الحديث مؤيدا للحكم. فلذلك هم عندهم القرآن من الأدلة والسنة من الأدلة، فهذا اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة فيه، لكن ما يبقاش قاعدة لنا احنا نتبناها. فالبيهقي حسب ما قرأت فيه احيانا يكون الحديث ضعيف ويقول ولكن الآية كذا كذا. تفضل يا مولانا. او بعض اصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. واجيب عن ذلك بان المراد بالحد بان المراد بالحد الصحيح لذاته لا لغيره، وما اريد من قبيل ثاني. عفوا، مع المنازعه في ان ده يخلي الحديث صحيح، يعني اصلا لو فرض حتى سلمنا ان ده ما مش من ضمن قواعد ترقيه الحديث ايضا، لكن هو يعني يتوسع في شرط ان على التسليم، فاحنا بنعرف الان الصحيح لايه؟ لذاته. وناس كتيره يقول لك ان حكايه صحيح لذاته دي المتقدمين ما قالوهاش. طبعا اللي يقرا سنن ابو داود يلاقوهم قالوها، بس بايه؟ بطريقه تانيه. يقول لك لا، لازم يقولوا لذاته يتبقى تباينوا عن المتقدمين. يعني ابن الامام احمد لما يقول انا كتبت حديث ابن لهيعة لا احتج بها ولكن يقوي بعضه بعضا، يقول لك لا ده ما قالش لغيره. طالما ما قالش لغيره يبقى المتقدمين ما قالوش ان الحديث يبقى بمجموع الطرق. فطبعا دي اللي بتكتر الشبهه وتخليها فعلا تزول، لان ما كانش العبارات في كل العصور زي بعضها، فكان لهم عبارات تؤدي ما نريد. احنا بنقول لسه دلوقتي اهو ان كثيرا ما تستنتج القواعد من صنيع اهل العلم. فلماذا انت تصر انه يقالوا الكلمة دي يبقى ما هيش مظبوطة؟ ما هم ممشوش هم على كده، ما كانش طريقتهم هي هكذا. فلذلك يعني يجب ان تقرأ الامور. وطبعا يعني أنا لا أهاجم مسألة المتقدمين والمتأخرين، لأن الناس كتير تفهم كده. لا، كل الذين تكلموا في المتقدمين هم أصدقائي وزملاء ونلتقي وإياهم أبدا، لكن مجرد أنا أفهم شيء وهم يفهموا شيء، وكلهم حريص على السنة أكثر منا، لكن هذا فهمهم. وهم يعني ممكن يحصل تغير شيء فشيء، بس إلغاء الفكرة بعد ما شاعت في الأذهان مرة واحدة مش يعني وارد. تفضل يا مولانا. وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحد الصحيح لذاته لا لغيره، وما أورد من قبيل الثاني. يعني على التنزل الكبير. السادس، أورد أيضا المتواتر، فإنه صحيح قطعا ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروط. قال شيخ الإسلام: ولكن يمكن أن يقال، هل يوجد حديث متواتر لم تجمع فيه هذه الشروط؟ إيه طبعا، إذا قلنا كده لما أنت تنقل في المتواتر وتقرأ للشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن حجر وتقرأ للشيخ العراقي، يقولوا لك أنه أفراد المتواتر لا يبحث عن عدالتهم. فهل هنا احنا قلنا العدالة ما يبحثش عنها؟ طبعا لما تقرأ انت في أصول الفقه، وأكثر واحد أنا شفته نص على كده الزركشي في البحر المحيط، إنه هو الوحيد اللي شرط في المتواتر أن يكون أفراده يشترط فيهم الإسلام. وأنا حقيقة منش تصور أو لماذا حرصوا على أن ينصوا أنه لا تشترط العدالة في أفراد المتواتر، أن هذا ممكن يكون في أخبار الناس زي ما بيمثلوا هم، يقول لك أخبار الكوفة وأخبار البصرة أنها موجودة ولا مش موجودة. ماشي، لكن حديث ونقول أنه متواتر ونقول أنه مش شرط أنه تتوفر فيه الشروط أو أفراده لا يبحث عنهم، لا يتأتى هذا. وكثير منهم يقولون الشرع لا يقبل إلا من مسلم،
فكيف لا نشترط؟ يقول لك لا تشترط في أفراد العدالة على الإسلام. فإن مشينا على تعريفه هو المتواتر وكلامه على المتواتر وكلام الشيخ العراقي رحمة الله عليه، يبقى على كده يوجد متواتر ولا فيش فيه شروط الصحيح، ويبقى الاعتراض في محله. إنما لو قلنا إن المتواتر من أدلة الشرع لا يوجد إن يوجد في أفراده شروط الصحيح، يبقى الكلام ماشي. وفي نصوص تفيد ان شروط التواتر اللي قالوا فيها كثرة دي بدون ما يبحثوا عن عدالتهم خاصة بأخبار الناس وليست بأخبار الشريعة. لكن اما تقرأ الكتب ما تلاقيش فيها الكلام ده واضح، إلا كما ذكرت في البحر المحيط ذكر هذا الكلام، يعني قليل من اللي كتبوا في المتواتر من دخل شرط الإسلام وأكد عليه، والكتب موجودة. القليل ده هو الصح، لأن أدلة الشرع لا تقبل من غير المسلم. وهم يقول لك لا المتواتر ما اشترطش فيه الإسلام، ده لا يمكن أن يتأتى إلا بأخبار الناس، أما أخبار الشريعة لا تقبل إلا من المسلم. تفضل يا مولانا. السابع، قال ابن حجر: قد اعتنى ابن الصلاح والمصنف بجعل الحسن قسمين، أحدهما لذاته والآخر باعتضاده، فكان ينبغي أن يعتني بالصحيح أيضا وينبه على أن له قسمين كذلك. نعم. وإلا فإن اقتصر على تعريف الصحيح لغيره في نوع الحسن لأنه أصله، فكان ينبغي أن يقتصر على تعريف الحسن لذاته في بابه ويذكر الحسن لغيره في نوع الضعيف لأنه أصله. الحقيقة حكاية المصيح لغيره دي محتاجة إن هي ينبه عليها وتدرس، ولذلك هو اتكلم عليها هنا، هو الشيخ ابن حجر، واتكلم عليها في نكته وقال كلام بخصوص الصحيحين، يعني واضح يقول إنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدت أن الحكم بصحتها لا يتحقق إلا بمجموع الطرق. ومعنى ذلك إن الصحيحين فيهم الصحيح لذاته وفيهم الصحيح لغيره، وهو في الهدي اللي أجاب فيه عن الأحاديث اللي انتقدت على البخاري يجيب عن المواضع اللي انتقدت، فيقول إن البخاري أخرج لهذا الراوي ما توبع عليه، ويحدد أنهم متابعين ثقات، مما يدل على أن الأحاديث في المواضع دي هو صحيح لغيره لا لذاته. ومما يقودنا إلى قضية بنقول للناس انتبهوا لها، إن الضعيف يرتقي للصحيح مرة واحدة، يقولوا لك لا. طب ما هو اللي في البخاري ده تسموه إيه؟ يقول لك لا، ده هو النظر للرواية الصحيحة فقط. طب لماذا جاء بالرواية الضعيفة معها؟ لماذا أتى برواية المختلط الذي روى عنه من روى عنه في الاختلاط ثم أتى لها بمتابعة ثقة؟ هل تستطيع أن تقول إن اللي روى عن المختلط في اختلاطه ليس ضعيفا؟ يقول لك أصل دي مش في المقرر. فلذلك أرجو أن تعيدوا النظر على ضوء هذه السهل على الأقل، أن المواضع اللي اعترف الإمام ابن حجر أنها ضعيفة من هذا الطريق ثم بعد ذلك أجاب بأن البخاري أخرج لها بمتابعة ثقة، هي دليل عملي على أن الضعيف إذا توبع أو شهد له حديث صحيح يكون صحيحا لغيره ولا يكون حسنا فقط كما تردد بدون دليل. يعني اللي بيرددوا كده ما لهمش دليل، أكثر من أن يقول لك معقول أن الحسن ينط مرتين دركتين، إحنا بننطط، إحنا بنستدل بعمل أهل العلم فقط، كونه نط أو ما نطش مش قضيتنا. يقول لك لا ما ينطش دركتين، لكن صنيع الإمام ابن حجر ده هو أمثلة تطبيقية أهي موجودة، وخاصة المختلطين
الذين أخرج لهم في الصحيح ممن روى عنهم في حالة الاختلاط. فضل مولانا. فائدتان: الأولى، قال ابن حجر كلام ابن الصلاح في شرح مسلم له يدل على أنه أخذ الحد المذكور هنا من كلام مسلم. شوف، أخذوا من كلامه مش من صنيعه، وخلي بالك من الفرق بين الأخذ من الصنيع والأخذ من الكلام، لأن الأخذ من الكلام مباشر منصوص عليه، والأخذ من الصنيع مستنتج. تفضل يا مولانا. فإنه قال شرط مسلم في صحيحه أن يكون متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه غير شاذ ولا معلل، وهذا هو حد الصحيح في نفس الأمر. قال شيخ الإسلام: ولم يتبين لي أخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم، فإن كان وقف عليه من كلامه في غير مقدمة صحيحه فذاك. يعني مسلمين، خلي بالك هو يرجع دوقت عن كلامه الآن. وإلا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باق. عندي هنا أنا العلامة، ودي كمان عندك من نفس السلامة يا شيخ، أكيد حد مستقصدنا في النسخة دي. قال: ثم ظهر لي مأخذ ابن الصلاح. بعد ما قال والله أنا ما شفتش، قال أنا رجعت الأمر تاني وظهر لي. ودي اللي أنا بمثل بها أن الحافظ ابن حجر أحيانا يتغير رأيه في القضية في موضع واحد، ما يحتاجكش أنك تدور، وده يدي لك أنك أنت ما تلاقيش له رأي في موضع واحد وتقفل عليه بسبع أفول ولا تقبلش تفاهم فيه. مفروض تمشي معاه. فهو الوقت قال انا ما شفتوش مش موجود، وبعدين قال انا لقيته تاني في ذات الوقت. والرجوع الى الحق فضيله، وهو لا يرى هذا ينقص من امامته. فده مولانا. قال: ثم ظهر لي مأخذ ابن الصلاح، وهو انه يرى ان الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد. وقد صرح مسلم بأن علامة المنكر أن يروي الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواة شيئا ينفرد به عنهم فيكون الشاذ كذلك فيشترط انتفاؤه. خلاص كده هنتوقف هنا، ويبقى هو أخذ أو رجع تاني وقال إن ممكن توجيه الكلام بأنه يبقى ده مأخذ ابن الصلاح، طالما ان المنكر والشاذ عنده بنوع واحد يبقى هو المسلم تكلم عن المنكر، فيبقى الكلام اذن ممكن ماخوذ من صنيع الامام مسلم، ويبقى كده الكلام الاولاني اللي هو قال انه ما فيش مكان يعني رجع عنه الحق. تفضل يا مولانا. الأسئلة الدكتور هيراجعها هو معانا، وإحنا نبقى واقفين عند هذا الموضع إن شاء الله. نعم. يقول: ما هو كتاب النكت على فتح الباري؟ موجود كان الكتاب، طبعا أنا كنت وقفت عليه زمان، هو نسخة خطية في مكتبة الأزهر، وكنا في وقت من الأوقات هنسجلها، وبعدين لما أرينا بقيتها لقينا إنه الجديد اللي أضافه هو ابن حجر في المقدمة بتاع الكتاب فقط، بعدين لقينا إنه هو النسخة ساقط منها ورقة، فلذلك هو الطبع الكتاب طبعتين. أظن الشيخ محمد الأزهري معاه ثلاث نسخ بالشنطة دي، لو تسطو عليه تجدوا نسخة على الأقل فيها. فطبعا هو اللي انا اخذته منه الكلمه اللي قلت لكم عليها دي، اللي هو ذكرها وصرح بها، وربما ما وجدتوش صرح بها في غيره. قال ان شرط العالم يؤخذ اما من كلامه واما من صنيعه، وان شرط البخاري اخذ من صنيعه ثم من تسميه كتابه بالجامع الصحيح. ده اللي هو قرره في البداية.
وطبعا الكتاب بعد ما طبع يعني ناس بتقراه وناس ما تقراش، لكن اللي هو غصب عليه يتتبع الشغلانة دي بيضطر ان هو يعني يبحث في الحاجات دي. فكلامه موجود وكتاب مطبوع. يقول: هل كلامه في اشتراط نفي الشذوذ اعتراضا على تعريف الخطابي، مع ان كلامه ليس فيه نفي الشذوذ؟ الكلام مين بقى؟ حجر، ظاهر الكلام حجر. ايوه، الكلام اللي احنا قلنا عليه هنا ان هو بيقول ان الشذوذ ما يأثرش على الصحة، يعتبر كده انه يدل على انه ما يعتبرش الشذوذ، لكن هو استقر اخيرا على انه يعتبر الشذوذ اللي بمعنى المخالفة، وصرح تصريحا في غير موضع ان ده هو الراجح في اطلاق الشاذ في تعريف الصحيح. يقول: كيف الجمع بين مقتضى قولنا إن الحافظ ابن حجر ألف الفتح آخرا وكثرة أحكامه في الفتح على الأسانيد؟ والله اللي أرى للحافظ ابن حجر وأرى للحافظ الذهبي يعرف إن ترتيب الكتب زمنيا ليس ترتيبا لكل محتوياتها، ولذلك هو كان يفرغ مثلا من الكتاب إما في تسويد أو في كذا، ثم إذا بيضه يضيف ويحذف، ودي حاصلة في كتب كثيرة من اللي هو حد التواريخ، ونفس الحكاية دي حاصلة في الذهبي. ولذلك اللي يبني على تاريخ اللي موجود في النسخ انه فرغ من الكتاب ده قبل الكتاب ده وبعد الكتاب ده، ويعتبره حكم عام على كل مشتملات الكتاب، يطلع حكم مش صحيح، لان الحكم على المجموع وليس على الجميع. وطبعا انا شغال في التهذيب بقالي 6 قرون، من النسخ اللي هي يعني وقفت عليها انه بعض التراجم بخطه هو يكتب ألحق في عام 852 اللي هو سنة وفاته، وده مش مكتوب في تواريخ نهاية التهذيب، فيبقى ده على أصل الكتاب لا على الإضافات والحذف اللي موجود. والكلام ده حصل في الإصابة أيضا، اللي منكم يحتاج تراجم في الإصابة في الطبعة القديمة ويراجع لها في الطبعة الجديدة يلاقي الكلام اللي ذكره ابن حجر اتشال مش موجود، وهو اللي كانت الناس متعقباه على ضوء انه يقول الحديث لم اجده في مسند احمد، ثم بعدين تلاقيه هو في مسند احمد، وتلاقي ان الطبعه القديمه الاخيره النسخ القديمه الجديده او المتاخره ما فيش فيها حكايه انه لم لاهدى، فيبقى الايه فراح النسخه دي طلعت من ايده عمل كده. فالحكم على المجموع لا على الجميع. يقول: ما معنى النكارة عند الإمام أحمد؟ هل هي مجرد النكارة أم الخطأ؟ أظن يقصد هل هي مجرد التفرق. وده مصرح به يعني، لكن الإمام أحمد له إطلاقات، هو يطلق المنكر بالمعنى اللي احنا نعلمه اللي هو مخالفة الضعيف لغيره، ويطلقها بمعنى الفرد، ويعرف المراد بالقرين. لو تقول كده يمشي معاك الحال، وحكاية المنكر أبدا منكر محلولة، هو قال المنكر أبدا منكر وجيجع قال لا المنكر يتغير في مطرح تاني، لكن المطرح التاني ده ما يوافقش المدعى، فحتى اللي الإيه ما يقولش عليه عشان تفضل القضية. هو صحيح ورد عنه المنكر، لكن رجع قال المنكر يتغير وكذا، والنصوص موجودة والكتب أنا عارفها زي ما أنا عارفكم كده وفي إيديكم، لكن مش في المقرر. فيقول لك ما تلقنها لنا بالمرة، يقول لا خليها. ليه بقى؟ لأن كثير من الحاجات اللي نقولها دي واحد يروح لطشة ويروح حطتها. طب يا أخي زكاة العلم نشله، قول إن أنا لقيتها ولا واحد دلني عليها، يقول لك ما بقاش إمام. تفضل يا مولانا. يقول: لكن الإمام أحمد غير الكلمة غيرها، وفيه كتب أكثر من كتابين اللي عندي ومحدد الصفحة فيهم، لكن مش هقولها.
ليس كتما للعلم ولكن تأجيلا للإمام. يقول: إذا جاء الحديث بإسناد فيه راو منكر الحديث وساق له ابن عدي 5 أحاديث من منكراته وهذا الحديث منها، فهل نحكم على هذا الإسناد بأنه منكر أو ضعيف جدا؟ والله يا مولانا حكاية المنكر وأنه ضعيف ولا ضعيف جدا ما تتحيلش في الجواب ده، لكن أنا أرجو أن تغير حكاية منكر الحديث أنه ضعيف جدا حتى عند الإمام البخاري، فحكاية أنه الآن عليه منكر الحديث يبقى ضعيف جدا ليس كذلك حتى عند البخاري. تقول إذا كان ابن حجر في اللسان بيقول الصحيح أنه هو قال إذا قال منكر لا تحل الرواية، نقول لك الإمام البخاري غير الموضوع ده بس ما قالش لابن حجر. فين؟ تفضل يا مولانا. سؤال زي اللي فات، يقول: هل بيقول إذا جاء الحديث بإسناد فيه راو ضعيف وتفرد المتن وتفرد والمتن له شاهد، هل نحكم على الإسناد بأنه منكر حيث إن الضعيف تفرد؟ دي كلها دراسة الأسانيد تحل كده، لكني طبعا السؤال النظري لما نجيب حديث نقدر نقول عليه، إنما عن النظر كده ممكن أقول لك آه ويطلع كلام مش مظبوط. فالحكم على الأحاديث بالذات الفردية نظريا ممكن ما يبقاش مطمئن إليه، إحنا لازم يبقى عندنا جرعة حلوة مش جرعة كده من دراسة الأسانيد ونمارسها هنجد السؤال ده ملغي أساسا ملهوش. تفضل يا مولانا. يقول: هل يبدأ درس العلل غدا في الكلية؟ لا ما يبدأش، يبدأ في الكلية لطلبة الكلية. يقول: ما معنى مجهول الحال ظاهرة ومعنى مجهول الحال باطنة وعلاقة مجهول الحال بالمستور؟ لا ده ما يدم ازاي في الكتب ده ما يسألش عنه، السؤال عنه مش وارد لأنه واضح جدا لا يحتاج سؤال. يقول: إذا اختلف القولان عن العالم فالرجوع إلى القاعدة، أما إذا كانت القاعدة مختلفا فيها فعلى ماذا نعتمد؟ إذا اختلف في القاعدة فليست قاعدة، القاعدة معروفة إن هي المقررة عند المناطق لا تتخلف القاعدة، وعند غيرهم اللي هي يجمع أو يتفق عليها أغلب الناس، والكلام ده مكتوب في تفسير القاعدة في الكتب اللي يرجع إليها مذكور، وفي كتاب طلع عن قواعد الفقه عند الإمام أحمد لواحد اسمه ابن اللحام، والراجل الباحث معرف القاعدة في مقدمته أي لأنها هي اللي هي الشيء الذي لا يتخلف في جميع أفراده، وده كلام المناطق إن هو الذي يوجد في معظم الأفراد، وده كلام العلماء الآخرين كالأصوليين وغيره، فلما تبقى قاعدة ما يختلفش فيها مولانا، إن يختلف فيها تبقى مذهب أو رأي أو قول لفرقة أو كده. قال: هل يوجد حديث متصل مرسل؟ وهنا بيقول الحافظ في فتح الباري 7/27 ايه عادي متصل لغاية من ارسل اليه، متصل الى الحسن البصري، وسواء يقول اسناده الى الحسن صحيح فهذا ممكن يعني يبقى باعتبارين مش باعتبار واحد اذا من ارسله. يقول: ما هو المنهج في اختصار سند الحديث؟ فمثلا في مقدمة الكتاب قال السيوطي: وروى ابن مردوية في تفسيره من طريق عبد الكبير بن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح إلى آخره، فلما لا يقول مثلا من طريق عمر بن ذر أو من طريق عطاء؟ هو حكاية الاختصار السند وعدم اختصاره بيرجع إلى مراد المختصر، فإن كان يريد أن يظهر راويا معينا وقع في سند الحديث فهو يذكره كما فعل الذهبي في اختصاره للمستدرك، يعني حذف الاختصار وعدمه بيرجع لمراد المختصر. المنذري لما عمل الترغيب والترهيب قال أنا هشيل الإسناد كله مش هخلي إلا الصحابي بس، وهقول عبارة تدل على المحذوفين، فلذلك عملية الاختصار ليست كلها على نظام واحد،
إنما أنت قل لي مراد المختصر أنا أقول لك ماذا يفعل. تفضل يا مولانا. يقول: أنا أدرس الحديث وعلومه خارج الجامع، وأشتغل بتخريج صحيح مسلم من الكتب الستة وبعض الزوائد عليها، فهل هناك مانع من حضور دروس فضيلتكم مع التنبيه على أن علم الحديث هو العلم الأساس الذي أشتغل فيه؟ والله في الكلية احنا منبه علينا أنه ما ندخلش حد، فأنتوا اعذرونا في الحكاية دي. وحكاية أنه عايز يتعلم التخريج، نعرف أن في المواقع برامج جاهزة مجهزة بتدرس التخريج، فاحنا مش بنجيب يعني اللي ما حصلش، هو متاح الحمد لله خارج البرامج الدراسية، بل ربما تكون بعمق غير مرتبط ولا بالساعات ولا بالامتحان ولا بكده، وبيجوا الطلبة ساعة ما نخرج عن اللي قلناه سطر واحد يقفوا كلهم في المدرج يقولوا الأسئلة من خارج المقرر ونوديكم للنيابة ونوديكم كده، فانتوا غاويين مشاكل، خلوكم بعيد، انتوا العلم ما هوش لحد كده، يعني المناهج الدراسية لها ضوابط مش أكتر، مش القصد أي شيء، لا دي وإذا ما توجدش حتى واحد مناكب بيبقى اثنين أو ثلاثة، وخاصة إذا كان طالب متعسف يدور لك على أي حاجة يعمل بها مشكلة ويكتب في ورقة الإجابة كلام أنت ما شفتوش، يعني لو نحاسبه عليه يبقى شكل تاني. فالعملية الدراسية لها أمور يعني تعفونا من الكلام عن بواطنها. نعم. يقول: ما القول في الحديثين اللذين في البخاري الذي قيل فيه إن ابن جريج أخذهما عن عطاء الخراسان في التفسير وابن حجر في المقدمة عجز عن الرد؟ والله إذا عجز ابن حجر تفتكر واحد زي حالاتي يقدر؟ العجز صفة المتواضعين يا مولانا، العجز إحدى الاعترافين، ما عنديش والله في هذا جواب الآن. وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. الله على الأزهر، الله أكبر، أم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها، الله الله يا رايحي، الله أكبر، أم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها، الله الله يا رايحي. I'm